الفترات التاريخية المظلمة على الشيعة وعلى المسلمين جميعا، فترة صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل جنى خلافا لما يتصوره البعض ويمدحونه، هذا الجنى جناية على الإسلام وعلى البلاد الإسلامية. وسلم فلسطين للمحتلين خلافا لما ينقل عنه. ثمان جنايات عظمى او اكثر او سبع جنايات عظمى جناها هذا الرجل. وهنالك كتاب ألف جديدا ألفه أحد المفكرين حول هذا الرجل بين جناياته حتى من تواريخ العام وأثار هذا الكتاب ضجة شديدة بالذات على شيعة أهل البيت الذين قتلهم الذين سجنهم في واقعة واحدة أحرق من شيعة أهل البيت خمسين ألف إنسان بالنار، هو هذا صلاح الدين الأيوبي. أحد العلماء الذين ذهبوا إلى حلب ذكر أنه ذهبت إلى إحدى سجون صلاح الدين للشيعة. كانت هنالك فتحة في جبل، فتحة، وهذه لها عمق يمكن قال حوالي عشرين متر، وهنالك في أسفل هذا المكان، في أسفل هذه الثقبة، مكان الشيعة اللي كان يحاول أن يسجنهم كانوا ياخذوهم يشدون ظهرهم بحبل يدلونهم في هذا المكان ويعيفوهم هناك. هذا العالم نقل أنا رحت إلى ذاك المكان الآن بعد التطوير والتغيير وإضاءة المصابيح يقول استوحشت من ذلك المكان وطلعت ما قدرت أروح إلى أعماق. الشيعة كان يخليهم في هذا المكان هناك كان أكو ماي مقدار في أرضية الجبل فيخلوهم في هذا الماء وكل يوم يلقون إليهم مقدار من الخبز هذا أكلهم وهذا شربهم أنتوا تصوروا واحد في هذا المكان ما إلى مكان يذهب إليه لقضاء حاجة يبقى يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام الرائحة الموجودة في ذلك المكان واحد منهم يموت يبقى هناك يمه يمكن نصف هاي الغرفة سعاد ذاك المكان هذا كان إحدى سجون صلاح الدين الأيوبي للشيعة مع هذا الإرهاب العجيب الذي كان حاكما، لاحظوا أفق الشيعة، الشيعة عملوا وعملوا وعملوا إبن صلاح الدين سووه شيعي، بالتاريخ كان له ابنان وربما كان له ابناء اخرون المحسن ابن صلاح الدين الايوبي كان له ابن اخر يقال له علي ابن صلاح الدين الايوبي في كتاب نسمة السحر في من تشيع وشعر يعني قال شعر في مدح اهل البيت علي ايضا جعلوه شيعيا وله شعر لطيف مذكور في هذا الكتاب